الجامعة في الجميع لي زوبسيون اللي عندنا لا في الوسط ولا في الهجوم راه محدودة، خاصة أنه لاعب وسط دفاعي في هذه المرحلة ما عندناش لو سول كونر هو أنور جيد بحكم أنه كان قيم يعني بالدور ديالو خاصة في ديال الخطورة تاع المهاجم الفرنسي يعني ما بغيناش نغيروا ليه المكان خاصة مع بداية الشوط لأنه كان باقي متسع من الوقت خلينا واحد شوية تريني يعني كنبقات المراحل الأخيرة من المباراة حاولنا أننا نلعبوا مهاجمين اثنين باش نوصلوا شوية الكرة للمرمى لأن نلعبوا في منطقة الخصم كما قلت بان بأنه كاين قراءات بعض المرات في المباراة تبين أنه الخصم راه متفوق عليك حاولنا أننا نلعبوا على مهاجمين اثنين وضعناهم تما ولكن أظن أنه ما شكلناش واحد الخطورة وكما قلت راه الدفع للجوفي راه أظن أنه سيت أون أوبسيون لي اللي ما كانش عندنا بديل عليها لانه تتعرفوا راه البدائل اللي عندنا راه نحيدو لها ما عندنا شي حتى خاصة في المراكز راه قلنا من الوسط الدفاع الوسط ميدان دفاعي وفي الهجوم اظن انه كونستر كان كلام ديال البرمي جور الفريق راه تاعهم خاصة تنشوفوا الحدود تاع التشكيلة الحالية لا على مستوى المراكز ولكن كما قلت المشكل الكبير اللي عندنا سيكون بوزون دو ترافاي لانه ولو انه غادي نجيبوا لاعبين عندنا واحد المرحله اللي خصنا ندبروا الى حين حلول الميركاتو ولكن المشكل الكبير اللي عندنا سيكو توالي المباريات ما يمكنش تشتغل بدنيا خصنا ندبروا هذه المرحله اون اسبير انه يجي واحد يعني واحد على الاقل واحد اسبوع عادي اللي يمكن لينا نشتغلوا لانه اللي تيحس في نفس الانسان هو كمدرب منذ تسلمنا يعني الاربعاء لعبنا السبت لعبنا الجمعه لعبنا الاربعاء ولعبوا الحد يعني في ظل هذه الاشياء وفي ظل يعني التقييم الاول اللي كنا دايرين كنا عارفين انه الفريق خاصينهم بزاف الاشياء اولها كما قلنا العمل البدني لانه من طبيعه الحال عندكم الحق الفريق بمجرد ملي تسجل عليه بغض النظر على شكون اللي دخل شكون اللي خرج الاداء ديالو تيكون مهزوز نوعا ما ولكن كما قلنا باش نكونوا صريحين في واحد الوقت كان في الشوط الاول كان الامكان نزيدو ربما كانت كرة الشد ولا كانوا عدة فرص باش يمكننا نمشيو في هجمات خطيرة ولكن الشوط يعني الثاني تنظن أنه الصورة تبدلات مثلا أنا يعني استحي أنا أقول أنه النقطة راه أفضل من شيء لأنه هذا ماشي في الميدان شيء لا يقال ولكن كما قلت بالنظر للظروف الراهنة ونظر في انتظار باش نبرو المرحلة أظن أنه اليوم الشوط الثاني أظن أنه كما تنقولو الفريق عطى الخصم فرصة في أن يربح المباراة ولكن كما قلت كرة القدم من هذه اللعبة وأنه نظروا المباراة تاع يوم الأحد بكل جدية حاولوا رغم كما قلنا كل مباراة تنزلوا فيها لاعب ولا اثنين وحنا ديجا أوني تري ليميتي سور هذا البلان ولكن كما قلت ما علينا إلا نحنوا الراس ونصبروا العصا ونتمنى دونك يعني أيام أحسن إن شاء الله.